هذا بيت كثير عفوي، يعني يكونوا على حريتكم، يكونوا عم تصرفوا بكثير حرية، اعتبروا بيتكم. هلا اللقاء معك، وانا كثير فخور انه يكون هذا اللقاء اليوم معك، وان شاء الله هيك نرجع نناقش كلنا فيه. شو يعني الموروث؟ شو يعني التقاليد؟ شو يعني العادات؟ شو يعني التقاليد؟ اذا انا التقاليد هي كلمة بالجمع صح؟ اذا بدي اعملها بالمفرد شو بتصير؟ تقاليد. إذا بتلاحظوا نحن شو عم نعمل؟ كل وقت عم نقلد. نحن التربية اللي تعودنا عليها بمجتمعنا بحبونا إذا كنا شاطرين. كيف بدي أعمل شيء تكون أمي راضية علي إذا أنا ماني راضية عن نفسي؟ طب أنا ماني راضية عن نفسي، كيف بدي أطلب علي؟ فإنه أنا مثلاً كثير بحس إنه أنا مع أولادي بعدين بصير إنه أكثر يعني إنه روق قدامهم، وإذا بدي أتوتر أتوتر لحالي بعدين. 13 سنة عم علم بالجامعة، شو هو؟ إنه مرة بالأسبوع العائلة تجتمع تتحكي، مرة بالأسبوع. أنا عم حس هون اللي بخوف، عم بخوف إنه ما بقى في مساواة بالعلاقة بقلب البيت بين الرجل والمرأة.